ادردش انا وانت شويه على، ونرجع خطوات لورا شويه على البلان والبروجكت الكبير اللي الدوله السعوديه قدمته للعالم كله الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت. شايف النموذج ده ازاي؟ مش بتفاصيله، لكن شايف البلان ده ازاي للكره السعوديه في الفتره اللي جايه؟ انا بالنسبه لي الكره في السعوديه كشفت حاجات كتير جدا في اوروبا، حاجات كتير جدا عن لعيبه الكوره. مهم برضو نعرف ان من الاسباب اللي شدت لعيبه الكوره دي طبعا هي المرتبات العاليه اللي كانت بتدفع السعوديه، اللي مهما كانت بتدفع في اوروبا هي اعلى بكتير جدا في السعوديه. ولكن احنا بنشوف النموذج ده هيتطور ازاي. يعني احنا دلوقتي شدينا لعيبه الكوره، الاسماء كبيره حتى لو هم مش التوب كيعني سن او كمستوى دلوقتي، يعني في طبعا كام لعيب توب راحوا. فلما نشوف بقى المستوى الجاي، المرحله الجايه هتبقى عامله ازاي. انت ايش متوقع اللعيبة. ايه يعني انت يعني كان الحقيقه كان بدايه كريستيانو رونالدو طبعا، وما كانش حد الحقيقه متخيل ان كريستيانو كان هو البدايه، وانه عدد كبير جدا من طبعا اللعيبه على مستوى عالي، على مستوى بيلعبوا في التوب ليفل، يكونوا متواجدين في طبعا الدوري السعودي. دي الخطوه الاولى. انت متوقع ايه الخطوه الثانيه؟ هل الدوري السعودي هيخطو للامام؟ وبعض التقارير بتقول ان هو خلال سنوات قليله هيكون من التوب 5 ليجز في العالم. هل انت شايف دوت وارد الفتره اللي جايه؟ هل انت شايف ان الامور هتبقى صعبه الفتره اللي جايه على الكره السعوديه؟ اتمنى طبعا ان يكون في دوري في المنطقه من التوب 5 طبعًا او بينافس. نتمنى طبعًا. ولكن انا الشامبيونز ليج بطوله كبيره، والشامبيونز ليج هي اللي بتشد جماهير، ومن الاسباب في ناس كتير بتتابع الدواري مختلفة بس عشان تعرف مين بيتأهل للشامبيونز ليج ومستواه في الشامبيونز ليج عامل ازاي. هيبقى صعب جدا من غير انضمام دوري سعودي للشامبيونز ليج، ان في اخبار بتقول كده برضه، ولكن ده لسه ما حدش متأكد منه، انه يعتبر من خمس نوادي كبار، من خمس دوري كبار. انا متهيألي هيفضل على طول في المشكلة دي بتاعت الشامبيونز ليج. انا متهيألي المرحلة الجاية هتتوقف على رد فعل اوروبا في الترانسفير ماركتس الجاية على اللي حصل في السعودية. اللي حصل في السعودية كشف ان في فرق كبير جدا بين وجود فاينانشال فير بلاي مثلا في انجلترا وباقي البلاد الاوروبيه. فحصل مشاكل في اوروبا نفسها بين البلاد، بين بعضها. اسبانيا ابتدت تبقى رد فعلها على انجلترا مختلف شويه، ابتدت في مشاكل جوه اوروبا نفسها. فانا رايي السعوديه غير بس ان هي فتحت باب جديد، دوري جديد، هي سالت اسئله معينه في اوروبا بقالهم سنين هم بيتجاهلوها. هنشوف رد فعل اوروبا بيعمل ازاي، ورد فعل الويفا بيعمل ازاي. هو كان رد فعل الويفا الحقيقه لما يمكن الاتحاد السعودي طلب انه يكون البطل الدوري السعودي او بطل اسيا يكون يتواجد في دوري الابطال الاوروبي، كان في رفض قاطع. يعني انت شفت ده ازاي؟ وهل ممكن جدا يكون في الفترات اللي جايه نشوف احد الفرق السعوديه بتلعب في دوري الابطال الاوروبي، ولا الامور صعبه جدا انها توصل لهذا الحد؟ يعني في فترة معينة احنا وصلناها، هيبقى في الأول وفي الآخر الكورة بقت فلوس، زي ما شفنا صحيح في قصة السوبر ليج من كام سنة. الكورة بقت فلوس. لو وصل الدوري السعودي لدرجة إن ابتدى يشد جماهير بعيد عن أوروبا، يويفا هتضطر ساعتها تغير رد فعلها. أنا أعتقد إن يويفا معتمدة على إن دي زي الصين زي أمريكا، قصة كبيرة وهتنتهي بعد سنة سنتين. أنا شايف إن السعودية في خطة إن هم يكملوا. أنا انت شايف ايه المختلف؟ يعني التجربه مثلا في الصين ما نجحتش، التجربه في امريكا برضو ما كانتش بهذا النجاح. انت شايف ايه المختلف في الملف السعودي عن التجربه الصينيه او التجربه بالنسبه لامريكا؟ في تركيز على كل المستويات. يعني اول حاجه الدوري السعودي عملها انه حسن الدوري نفسه كاستادات، كنظام، كمواعيد، كاتحاد. ده اول حاجه عملها. الحكام لما جابوا حكام من بره يعلموا الحكام الموجودين. لما انا في محللين مصريين، في محلل معروف جدا اسمه حسن البلتاجي، محللين مصريين العباقره الحقيقه ومش واخد حقه هنا في مصر، برضو كان لي ورشات في السعوديه وكان لي حاجات موجوده في السعوديه. فبنجيب حتى المحللين يعلموا محللين سعوديين، مدربين يعلموا مدربين سعوديين، الحكام يحسنوا الحكام السعوديين. ف في تحسن على كل المستويات قبل ما تيجي كمان على اللعيبه. مش بمجرد انك تجيب نجوم توب ليفل، لكن انت اشتغلت كمان من القاعده، حسنت البنيه الاساسيه، طبعا استادات على اعلى مستوى، بتحسن في الدوري بتاعك من نقل تلفزيوني او بتحسن كمان على مستوى المدربين. بالزبط. كمان بالزبط. جابوا مدربين على مستوى كبير جدا ومستوى عالي. يعني بالظبط الناس فاكره ان المرحله اللي احنا فيها دي المرحله الاولى، لا دي من المراحل الاخيره. السعوديه بقى لها سنين بتحسن في الدوري، سنين بتقوي الدوري بتاعها، سنين بيبنوا للحظه دي.
فمحدش يفتكر ان دي مجرد هو جه فجاه حط شويه فلوس اشتروا لعيبه، هم بقالهم سنين بيخططوا ده الحقيقه. فده رايي من اسباب ان ممكن يكون في اختلاف شويه، وليه السعوديه هتطول شويه، لكن لما نشوف رد فعل اوروبا ولا نشوف اللي هيحصل في المستقبل مع الفاينانشال فير بلاي والصفقات اللي بتحصل في اوروبا والسقف بعض بيتحط. الناس بتشوف الموضوع صعب ان هم يتدخلوا في الجزئيه ديت، لان انت يعني هم بيشتغلوا بجزئيه مختلفه تماما. انت بتلعب على تبع الاتحاد الاوروبي ليك قوانينك طبعا. ولكن انت مش هتقدر تحط سقف، يعني مش هيقدر نادي الهلال او الاتحاد او النصر يروح عايز يشتري لعيب باكس من الفلوس هيقول لك لا ده مخالف، وبالتالي الامور هتبقى صعبه السيطره على ده. لكن ممكن ينعكس على ان كل دلوقتي الانديه بتعمل حسابها على الشرط الجزائي، يعني بنشوف شروط جزائيه بتصل لمليون او مليار اسف مليار يورو و500 مليون يورو، دي تجنبا لجذب او يعني الناس بدأت تخاف شوية من السوق السعودي انه بياخد اللعيبة وما عندهمش مشكلة في الفلوس، فبدأ ده يحط شروط جزائية الحقيقة مبالغ كبيرة جدا جدا. يعني هي القصة كلها هتفضل برضه في التنافسية والتشامبيونز ليج، ايه اللي هيحصل في التشامبيونز ليج؟ ايه اللي هيحصل في مستقبل التشامبيونز ليج؟ هل هيقبلوا ان الفرق السعودية البطل السعودي يخش التشامبيونز ليج ولا لا؟ انا ده هيبقى الفاصل اللي ممكن فعلا يحط الدوري السعودي في التوب 5. لو ده ما حصلش متابع الدوري السعودي يا منير؟ يعني بتتفرج على الدوري السعودي منجذب ليه بشكل، ولا لسه بعض الناس يعني الاسماء الكبيره، يعني لو الاهلي بيلعب الشباب او النصر بيلعب الهلال، يعني المباريات الكبيره بس هي ممكن تبص على الناس. هل القصه دي هم شغالين عليها بهدوء شويه ان يكون في جذب لانظار الدوري السعودي؟ لان نتكلم في الاول وفي الاخر برضو هم اربع خمس نوادي في السعوديه في النجوم دي وفي القوه دي، باقي النوادي مش بنفس القوه مش بنفس الليفل. فانا مهتم طبعا بالدوري السعودي، هي تجربه جديده، مهتم بالماتشات اللي فيها، وعايزين نشوف ايه اللي هيحصل معاهم. لسه طبعا الفرق الكبيره هي اللي بتشد الجماهير، عشان هي زي نيمار رونالدو ماني طبيعي لعبة زي دي، ولكن هنشوف تدور في الدوري السعودي. انا مهتم اشوف مين هيقدر يعمل ايه بالنجوم اللي عنده، وانا كمان مهتم اشوف ده هينعكس ازاي على اللعيب السعودي وعلى منتخب السعودي. طبيعي. ده انا مهتم اشوفه.